بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد رسول الله، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. ثم أما بعد، فمجلس جديد نواصل من خلاله إلقاء الضوء على ما جاء في موطأ إمامنا إمام دار الهجرة رضي الله عنه، ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين، آمين اللهم آمين. وكنا قد قرأنا في المجلس الماضي في باب ما جاء في التأمين خلف الإمام، وكنا قد درنا حول مبحث من مباحث الرواية الأولى، وهو ما معنى أن تؤمن الملائكة وتوافق تأمينها أو يوافق تأمينها تأمين من؟ تأمين المصلي. ثم انتهينا عند سؤال أرجعنا الإجابة عليه في هذا اللقاء. الآن انتبهوا، فإن الإجابة على هذا السؤال تملأ القلب إيماناً، وتملأ العقل فكراً واستيعاباً، وتملأ وتشبع الروح من الأنوار. فالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يبشرنا من أن المصلي إذا أمن خلف إمامه فإن وافق تأمينه تأمين الملائكة. السؤال الذي أرجعنا الإجابة عليه: أي نوع من أنواع الملائكة؟ إذ اتفقنا أن الملائكة لا يعدون ولا يحصون، صحيح؟ أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك لله ساجد، وما يعلم جنود ربك إلا هو. الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: فمن وافق تأمينه تأمين من؟ الملائكة. فأي نوع من الملائكة؟ الحقيقة أن العلماء في الإجابة على هذا السؤال على أربعة آراء. كم رأي؟ أربع. الرأي الأول يقولون ظاهر الروايات هذه الرواية والتي بعدها في الموطأ، وما ورد من روايات في الصحيحين وفي خارج الصحيحين، ظاهر الروايات أن الملائكة التي تؤمن مع المصلي خلف إمامه هم كل الملائكة. هذا ظاهر الروايات، كل الملائكة أيا كان عددهم. الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ فإنه من وافق تأمينه تأمين نوع من الملائكة، لا، قال فمن وافق تأمينه تأمين إيش؟ الملائكة. ها؟ تأمينه تأمين الملائكة إيش حصل؟ غفر لهم أتقدم من ذنب. إذن الظاهر أن المصلي يؤمن فتؤمن معه ملائكة الرحمن أيا كان عدد هؤلاء الملائكة. هذا هو الرأي رقم كم؟ واحد، وهو من ظاهر ما في الإيه؟ ما في الروايات كما قلت لكم. ثم يأتي الرأي الثاني، وطبعا كما افتتحت كلامي في الإجابة على هذا السؤال، فإن الإجابة تملأ القلب إيمانا ويقينا. فتخيل معي يا أيها المسلم، تخيل معي أنك إن أمنت أمنت معك ملائكة الأرض والسماء، والملائكة الذين تعرفهم والملائكة الذين لا تعرفهم، فقولوا لي بربكم أي حجم للصلاة وأي فضل لها. شوف الحجم وشوف الفضل إلى أي مستوى، ما دام المؤمن تؤمن معه الملائكة كلهم، شيء عجيب جدا يجعلك تعرف قيمة الإيه؟ قيمة الصلاة. وهذا يجعل المسلم يفرط في هذه العبادة ولا لا يفرط؟ تجعله حريصا على أدائها في جماعة ولا لا؟ إن عرف أن الملائكة كل ملائكة الأرض. هذا على الرأي الإيه؟ على الرأي الأول. أما الرأي الثاني فجميل ورائع حقيقة، ويوافق هوى عندي أنا شخصيا. فقالوا قد يكون المراد بالملائكة التي تؤمن مع المأموم خلف إمامه هم الحفظة. هم مين؟ الحفظة. فكل واحد منا له حفظة، وما ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالذين يؤمنون مع المصلي هم الحفظة كراما إيه؟ كاتبين. هؤلاء الكرام الكاتبين هم الذين يؤمنون مع كل إيه؟ مع كل مصلي. طيب هذا أمر هين أم أمر عظيم أيضا؟ جدا، حتى لو كان الحفظة فقط وليس كل الإيه؟ وليس كل الملائكة. هذا الرأي رقم كم؟ الرأي الأول ماذا يقول؟ جميع الملائكة. الرأي الثاني الحفظة منهم. قال ويقول وقيل الذين يؤمنون مع المصلي ليس الحفظة فقط،
وإنما الملائكة الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار. أليس هناك حديث؟ نعم يقول هذا الرأي الثالث، نعم، الذين يتعاقبون فيكم، مش الحديث يقول يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، مش كده يا جماعة؟ يلتقون عند صلاتي إيش وإيش؟ ليس المغرب يا ولد، إنما العصر والفجر، فيلتقون في صلاة العصر ملائكة صاعدة وملائكة نازلة، فيؤمنون جميعا مع المصلين في صلاة الإيه؟ العصر، جيد؟ ويظل الذين سيبيتون فينا فيؤمنون مع المأمومين في صلاتي المغرب والإيه؟ والعشاء، ثم يأتي صلاة الفجر، فماذا يحدث؟ فيأتيهم ملائكة النهار فيجتمعون فيؤمنون جميعا مع المصلين. إذن كم رأي حتى الآن يا شباب؟ الأول كل الملائكة، الثاني الحفظة، الثالث الذين يتعاقبون فيكم ومعهم الحفظة، إذن الذين يتعاقبون فيكم. وحتى بعض الروايات تقول يقول الله تعالى كيف تركتم عبادي، فيقولون يا ربنا جئناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. حق للصلاة أن تكون عماد الدين بعد هذا الكلام الذي أقوله لكم، وبعد هذا الفهم التفصيلي للنصوص النبوية، فإن وقع في قلب المسلمين المكلفين هذه المعاني العظيمة للصلاة يعرفون لماذا جعل الإسلام الصلاة عماد الدين. صحيح ولا ما هو صحيح؟ هكذا يجب أن تقرأ كتب التراث، هكذا يجب أن يعرف المسلمون دينهم وأن يعرفوا حقيقة هذه الصلاة التي تربطهم بمن؟ بربهم سبحانه وتعالى. إذن الملائكة الذين يتعاقبون في الرأي الثالث هم الذين يؤمنون مع المصلين، فإن وافق تأمين المصلين تأمينهم ماذا يحدث للمصلين؟ غفر لهم ما تقدم من ذنبهم. على سؤال سيأتي أيضا، ما هي الذنوب التي تغفر فيما تقدم من الذنوب؟ الكبائر معها أو ليس معها؟ ظاهر الرواية أن الكبائر معها، لم تحدد الرواية، وسيأتي وستأتي إجابة على هذا السؤال أيضا. وهكذا تستطيع أن تستخرج من النص الواحد عشرات المباحث العلمية. جيد يا مشايخ، الآن عندنا كم رأي في نوع الملائكة؟ الأول جميع الملائكة، الثاني الحفظ، الثالث الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار، قال الرابع والذي يظهر أن المراد بهم من يشهد تلك الصلاة من الملائكة ممن في الأرض أو في السماء، كأن الصلاة يشهدها نوع مخصوص من أنواع الملائكة، فالذين يؤمنون هم الذين يشهدون ماذا؟ يشهدون الصلاة، فلا علاقة لهم بالذين يتعاقبون أو بالحفظة، إنما الذين يشهدون الصلاة من الملائكة هم الذين يؤمنون. وهذا معناه نوع من الملائكة أم معناه كل الملائكة؟ إذن الملائكة التي تحضر الصلاة هي التي تؤمن مع الإيه؟ مع الإمام. ولعل هذا الرأي فيه وجاهة للأدلة والنصوص التي سأذكرها لكم الآن. يقول للحديث الذي سيأتي وقالت الملائكة في السماء، إذن صفوف في السماء تشهد الصلاة وصفوف في الأرض تشهد الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقالت الملائكة في السماء، وفي رواية عند الإمام مسلم فوافق ذلك، ذلك اللي هو تأمين من لا ذلك اللي هو تأمين من المصلي، فوافق ذلك قول أهل السماء، قول أهل السماء ممن يشهدون ماذا؟ ممن يشهدون الصلاة. فإن وافق تأمينه تأمين قول أهل السماء ممن يشهدون الصلاة فإنه ساعتها يغفر له ما تقدم من ذنبه. واسمعوا هذه العبارة الذي ينقلها مولانا الإمام الزرقاني شارح الموطأ، والذي يعني نحن ندور حول شرحه، يقول وقد روي عن عبد الرزاق، أشهر كتب عبد الرزاق إيش يا مشايخ؟ ها؟ يا ضيع لصوتك شوي يا ولدي، المصنف، مصنف عبد الرزاق، هذا نجم من نجوم الكتب، مصنف عبد الرزاق. فقد روي في مصنف عبد الرزاق عن عكرمة، من عكرمة؟ ها؟ سيدنا عكرمة، سيدنا ابن أبي جهل، نعم، لكنه أسلم وحسن إسلامه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يأتيكم عكرمة مؤمنا، ولم يقل مسلما، مؤمنا، فإن رأيتموه فلا تذكروا أباه بسوء، فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يصل الميت بشيء. أبو جهل مات خلاص، أفضى إلى ربه خلاص، لكن عكرمة أسلم وحسن إسلامه وهو من الصحابة ويروي عن رسول الله. عبد الرزاق إذن يروي عن من؟ يعني يصل بالرواية إلى من؟
إلى سيدنا عكرمة قال صفوف أهل الأرض على صفوف أهل السماء. وأنا أريدك أن تتخيل هذا المشهد، فإن أقيمت الصلاة ثم اصطف المسلمون لها صفوفا في جماعة فإنه يصطف لمثلها في السماء صفوفا توافق صفوف أهل الأرض في الصلاة. فإن كسرت صفوف البشر كسرت صفوف الملائكة، وإن قلت صفوف البشر قلت صفوف الملائكة. فإن كسرت صفوف البشر كسر المستغفرون من الملائكة للبشر، فإن قلت صفوف البشر قلت صفوف المستغفرين من الملائكة للبشر. وهذا يعطيك لفتة من أن المسلمين إن حافظوا على صلاتهم في جماعات كسر المستغفرون لهم من الملائكة، فإن قل اهتمام المسلمين بصلاتهم قل اهتمام المستغفرين لهم من مين؟ من الملائكة. والواقع في ثماننا والذي وصلنا إليه كسرة الصفوف أم قلتها؟ فانظر إن أردت أن تعرف قلتها من كسرتها انظر إلى صفوف المصلين في صلاة الفجر. في صلاة إيه؟ وأنت تعرف كم صفا في الملائكة يستغفرون للمسلمين، شيء في منتهى الخطورة. خلي بال حضراتكم في منتهى الخطورة. يقول سيدنا الشيخ عبد الرزاق يقول عن عكرمة قال صفوف أهل الأرض على صفوف أهل السماء، فإن وافق آمين في الأرض آمين في السماء. ده كلام مين يا مشايخ؟ هذا رواية عند في مصنف عبد الرزاق عن سيدنا عكرمة يقول فإن وافقت آمين وأهل الأرض مع آمين أهل غفر للمسلمين ما تقدم من ذنبهم. قال فإذا وافق آمين في الأرض آمين في السماء غفر للعبد ومثله لا. يقول عبد الرزاق ومثل هذا الكلام لا يقال، اسمع، لا يقال بالرأي. يعني عكرمة لا يقول هذا من رأيه، هو يتوقع أن هذا ليس قول عكرمة من إيه؟ من رأي. أمال ده رأي مين؟ أمال ده كلام مين؟ غالبا ما يقول كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم، لأنه لا مثل هذا لا يقال إيه؟ بالرأي. فالمصير إليه أولى، المصير إليه أولى. هذا ما رجحه سيدنا الشيخ مين؟ الزرقاني. قال فالمصير إليه أولى، وذكره الحافظ. مين الحافظ؟ ابن حجر رضي الله عنه. فإن ذكر الحافظ ابن حجر هذا ورأينا أن هذا من قول عكرمة الصحابي وأن عكرمة لا يقول مثل هذا القول من رأيه، فإن المصير والاختيار لهذا الرأي إيه؟ أولى. إذن ما هو الرأي الذي نختاره ونميل إليه مع عدم الرفض لبقية الآراء؟ ما هو هذا الرأي؟ صفوف الملائكة التي تشهد الصلاة مع عدم الرفض لبقية الآراء. بل أنا أذهب إلى ما هو، يعني سامحوني في كلمة أنا فأنا لا شيء، لكن الذي يستريح إليه ضميري أن الملائكة التي تؤمن مع المصلي فيغفر الله ذنوب المصلين التي مضت هو أو هم الآراء الأربعة. لأنه إن دققت النظر في الآراء الأربعة فإنك لن تجد رأيا يمنع الآخر، لن تجد رأيا يمنع الذي قال كل الملائكة. هل يمنع أن تؤمن الملائكة التي حضرت الصلاة من صفوف أهل السماء؟ لا يمنع. الذي قال كل هم فيهم داخلون فيهم، الذي قال كل الملائكة هل يمنع هذا تأمين الحفظة؟ هل يمنع هذا تأمين الذين يتعاقبون فينا بالليل والنهار؟ طيب الذي قال بل الذين يؤمنون هم الحفظة، هل منع تأمين كل الملائكة؟ وهل فضل ربك سبحانه وتعالى محظور على أن تؤمن الملائكة كلهم للمصلين؟ يعني ليس محظورا. فمن قال الحفظة هل يمنع تأمين الذين يتعاقبون؟ فمن قال الحفظة هل يمنع تأمين الذين يحضرون الصلاة في صفوف أهل السماء؟ لا يمنع. فالذي أستريح إليه أن الذين يؤمنون هم الذين يتعاقبون، والذين يحضرون الصلاة والحفظة وكمان مين؟ وكل الملائكة. فالملائكة الذين يوجدون في مكان من الأمكنة يحضرون الصلاة فإنهم يؤمنون مع من يا مشايخ؟ يؤمنون مع المصلين، فإن تأمينهم إن وافق تأمين الملائكة غفر لهم إيه؟ ما تقدم من ذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له إيه؟ ما تقدم من ذنبه. يقول العلماء الراجح والظاهر غفران جميع الذنوب المتقدمة. جميع إيه؟ جميع الذنوب المتقدمة. نعم الراجح قال الحافظ وهو محمول عند العلماء على الصغائر. قال ووقع في أمال الجرجاني عن ابن العباس الأصم عن فلان عن فلان أن هذا
يدخل فيه كل الذنوب والمعاصي بما فيها الايه؟ بما فيها الكبائر. لكن الراجح أنه ما اجتنبت الكبائر. ليه الراجح أنه ما اجتنبت الكبائر؟ للنصوص الكثيرة الواردة في مثل هذا، من فعل كذا وكذا فإن الجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما اجتنبت، فإنك تجد النصوص المتواترة تستثني ماذا؟ تستثني الكبائر. وعلي يا سادة الآن قد عرفنا من هي الملائكة التي تؤمن مع المصلي، قلنا فيها كم رأي؟ الأول جميع الملائكة، الثاني الحفظة، الثالث الذين يتعاقبون، الرابع الذين يشهدون الصلاة من صفوف أهل السماء وصفوف أهل الأرض، والذي نراه ونميل إليه ونحبه، أن هذا لا يمنع ذاك، وأن كل الملائكة بإذن الله تؤمن مع الإيه؟ مع المصلي. وبهذا نكون قد انتهينا من قراءتنا للرواية الأولى في هذا الباب، على أن نشرع في قراءة الرواية الثانية والوقوف على مباحثها لكن في الأسبوع القادم أو في المجلس القادم إن شاء الله. شاكر لكم جدا حسن اللقاء وحسن الاستماع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.